يا الطلاب، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. النهاردة لقائنا مع مادة التاريخ للصف الأول الثانوي. الحقيقة كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن نشأة وتكون بلاد العراق أو دولة العراق، ولكن اليوم استمرارا لما سبق سوف نتحدث عن مظاهر العراق أو دولة العراق، في مظاهر الحضارة في بلاد العراق القديمة، وطبعا هنتكلم عن علاقتها بالحضارة المصرية القديمة من حيث النواحي الاقتصادية الفنية وأيضا الدينية والاقتصادية. النهاردة هنتكلم عن هذا الموضوع ونشرحه بالتفصيل، وإحنا هنستنى كل تليفوناتكم معنا على الهواء مباشرة لمدة نصف ساعة كاملة على تليفون القناة 2575-6187. معنا النهاردة مشرفنا في الأستوديو مستر هاني حواس، خبير مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم. بنرحب بيك معانا وصباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايزة بس الأول في البداية وإحنا بنشرح لطلابنا، طلاب الصف الأول الثانوي، مادة التاريخ، بنقول أهمية دراسة بلاد العراق أو دولة العراق. طبعا هي يعني هذه الوحدة أو هذا الدرس بقاله سنين كتيرة جدا بيدرس، لما له من أهمية كبيرة جدا، فعايزة بس أتكلم مع حضرتك عن أهمية دراسة الدرس ده تحديدا. حضارة بلاد العراق هي حضارة لا تقل أهمية أبدا عن الحضارة المصرية القديمة، لما لها من آثار مهمة جدا. يعني الدليل بتاعي على أهمية أي حضارة هو ما تركه لهم من آثار، ما ترك من آثار أو معالم أو حضارة قوية جدا، والمظاهر بتاعتها أكيد بتدل على مدى عظم هذه الحضارة وقوتها. الحضارة العراقية من الحضارات المهمة جدا اللي قامت في الشرق القديم زي الحضارة المصرية القديمة، كان لها العديد من المظاهر اللي النهاردة هنفرد لها الحلقة كاملة عشان نتكلم عن أهم هذه المظاهر اللي أدت إلى قوة أو دليل قوي جدا على قوة الحضارة العراقية القديمة. جميل. اللي عايز اعرفه من حضرتك، في اوجه تشابه ما بين الحضاره المصريه القديمه وبلاد العراق؟ يعني احنا هندرسها من حيث الاقتصاديه والسياسيه والدينيه والفنيه، دي بتعتبر فعلا اوجه تشابه؟ تمام. انا عندي اكثر من وجه شبه ما بين الحضاره المصريه والحضاره العراقيه، خاصه في بدايه التكوين. يعني تكوين الحضاره العراقيه وتكوين الحضاره المصريه كان ما بينهم وجه شبه كبير، اذ انهما الاثنين يعني الحضاره المصريه القديمه والحضاره العراقيه عوامل قيامهم كانت شبه متشابهة جدا، خاصة موقعهم الجغرافي المتميز. الاثنين كان موقعهم جغرافي متميز جدا جدا. ورقم اثنين، قيامهم على وجود أنهار، إذ أن الحضارة المصرية القديمة قامت على حضارة على نهر النيل، وهو اللي كان سبب كبير جدا في قيام هذه الحضارة، كما أن الحضارة العراقية قامت على نهري دجلة والفرات. جميل. احنا هنستعرض مع حضرتك طبعا في بداية هذا اللقاء مادة فيلمية بتختص ببلاد العراق القديمة، وده يمكن بيوضح لنا بعض من مظاهرها وشكلها وتكونها. نبدأ مع حضرتك. المادة العلمية اللي معانا النهاردة، المادة الوثائقية اللي معانا النهاردة، بتتكلم عن حضارة بلاد العراق وكأنها بيئة افتراضية أو جولة افتراضية. يعني أنا هفترض وأفترض دلوقتي وجودنا داخل بلاد العراق والحضارة العراقية القديمة، يا ترى إيه أهم المظاهر اللي إحنا هنشوفها قدامنا؟ من خلال اللي إحنا هنشوفه قدامنا دلوقتي في هذه الحضارة هيتبين لنا مدى أهمية هذه الحضارة. فبالتالي أنا هعلق على بعض الحاجات اللي إحنا هنشوفها دلوقتي وبعدين هنفردها بشيء من التفصيل. يعني الشكل اللي قدامكم دلوقتي، احنا قلنا زي ما اتفقنا هي بيئة افتراضية أو واقع افتراضي، يعني أنا بفترض وجودي في المكان دوت، فعشان أنا بفترض وجودي في المكان دوت فكان إني دلوقتي عايش معايشة تامة مع بلاد العراق القديم. فدلوقتي تعالوا نشوف دلوقتي، شوف أهم الأعمدة اللي ظهرت قدامنا. طبعا نهر دجلة والفرات على النهر، على القصر نفسه، يعني القصر بيطل على النهر. ودي صورة كده من فوق كده كأني بطائرة، طبعا ما كانش في طائرة في الوقت ده، لكن أنا عايش واقع افتراضي في ذلك الوقت. فبقول تعالوا نبص على الحاجات المهمة الموجودة، هنشوف فن المعمار الرهيب اللي كان موجود عندهم، كمان هنبص على شكل الجيش ومدى النظام وقوة الجيش، خاصة في العهد الأشوري اللي كان موجود عندنا. شوفوا قد إيه الجيش كان منظم جدا جدا، الأسلحة بتاعته كانت في ذلك الوقت من أحدث الأسلحة اللي كانت موجودة في الوقت دوت. كمان البناء المعماري اللي هنشوفه بعد شوية، وكمان في معلومة مهمة هتاخدوها دلوقتي لما تشوفوا مبنى ضخم جدا أشبه بالأهرامات المصرية القديمة. المبنى دوت كان مهم قوي عندهم، فلا يقل أهمية عن الأهرامات المصرية.
اللي احنا شايفينه دلوقتي في الخلفيه اللي خلف الجنود مباشره دوت زقوره. زقوره مقصود بيه ده المعبد العراقي، وده كان ليه اهميه كبيره جدا عند العراقيين لاكثر من سبب زي ما هنقول دلوقتي. كاننا بنتجول بالفعل في حياه العراقيين القدماء سواء بالليل او بالنهار عشان نشوف مدى فن المعمار اللي كان موجود عندهم، طريقه البناء المساكن بتاعتهم، كمان طريقه الزقورات اللي كانت موجوده عندهم، الفن المعماري الجميل عندنا. ادي الزقوره بدا يظهر لي دلوقتي كانه بناء عامل زي كده هرم زوسر مدرج، وكل درجه من الدرجات بتاعته كانت بتتخصص في شيء من الاشياء اللي هنتكلم عنها. يعني في مكان بيتوج فيه الملك، في طابق كمان ممكن يحفظ فيه الوثائق العلميه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت. وكاني دلوقتي دخلت زقوره من الداخل المعبد الذي يتعبد فيه للالهه العراقيه المعروفه زي انو او عشتار، زي ما هنعرف دلوقتي اهم الالهه اللي موجوده عندنا في ذلك الوقت. من هنا بنعرف نشوف كمان حاجة أشبه بطريق الكباش الموجود قدامنا دلوقتي عند المصريين، لكن هم كانوا بيتبعوا حاجة تانية في المعمار بتاعهم، حاجة اسمها الثيران المجنحة، يعني مجموعة من الثيران وليها أجنحة، وده كان ما يميز الحضارة العراقية القديمة، وجود بعض التماثيل اللي بتدل على هذه الحضارة. الواقع الافتراضي لسه احنا معاه عشان نشوف شكل البناء المعماري زي ما اتفقنا. القلاع بتاعتهم كانت قلاع حصينة جدا، فن الرسم والتصوير عندهم كان رائع جدا جدا، كل دوت على السهل المنبسط الواقع ما بين نهري دجلة والفرات، كل دوت بيدل زي ما قلت لكم على مظهر من مظاهر الحضارة العراقية القديمة. من هنا نبدأ بقى نفصل الحضارة المصرية الحضارة العراقية القديمة، ونبدأ نقول ايه اهم هذه المظاهر، وعندي 6 مظاهر ممكن نعددهم مع بعض دلوقتي. ده كده بالنسبة للمادة الفيلمية اللي موجودة دلوقتي معانا، تمام؟ طيب مستر، الحقيقة هاني عايز أسألك سؤال بسيط جدا، هو العهد الأشوري نسبة إلى الأشوريين، هم دول يعني استوطنوا الدولة أو سكنوا في الدولة؟ تمام. الأشوريين دول ناس جم من شبه الجزيرة العربية، عن هجرات جاءت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت في بلاد العراق، خاصة في شمال بلاد العراق، أسسوا لي حضارة قوية وإن كانت قائمة على البطش والسيطرة، وقدروا يسيطروا في وقت من الأوقات على العراق كلها، مش بس العراق ده، سيطروا على بلاد الشام كمان، وأقاموا إمبراطورية كبيرة عن طريق الملوك بتوعهم، وأهمهم كان سنحاريب وسرجون الثاني. دول أهم الملوك اللي كانوا موجودين عندي في الحضارة العراقية الآشورية تحديدا. جميل، حضرتك قلت ان الحضاره كانت بتتميز بوجود معالم كثيره جدا، هل ممكن نحصي بعض هذه المعالم كده نقولها؟ لان احنا طبعا يهمنا ان احنا نبسط يعني الدرس للاولاد وما يعتمدش بشكل كبير جدا على الحفظ، ولكن احنا نفسنا ان هم يستوعبوا بعض المعلومات حتى ممكن تفيدهم في الحياه العمليه. اكثر المعالم اللي كانت بتشتهر بها حضاره العراق القديمه. تمام، انا عشان ابدا اخش في مظاهر الحضاره العراقيه لازم اقسم الاول الاساسيات بتاعه مظاهر الحضاره. يعني اي حضاره في الدنيا عشان اقول ان دي حضاره قويه لازم بشوف كل المجالات الموجوده في هذه الحضاره. فانا عندي مثلا من ضمن المجالات المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال العسكري، والمجال الفني، كل ده، ومجال حتى الديني، كل دوت ادله على قوه هذه الحضاره ومدى عظمتها ومدى تاثيرها في الاخرين. يعني انا بقيس اي حضاره بمدى تاثيرها بالاخر. بما ان الحضاره العراقيه كانت حضاره مؤثره جدا في غيرها من الحضارات، إذن هذه الحضارة لابد أن تدرس ولابد أن تؤخذ بشيء من التفصيل. مستر، فترة مستقرة يعني في قوتها وفي ازدهارها لفترة كبيرة في التاريخ، ولا يعني تعرضت لبعض الإرهاصات مثلا؟ لا طبعا الحضارة استمرت فترة كبيرة، لكن الحضارة العراقية كانت مختلفة شوية عن الحضارة المصرية في حاجات كتيرة. من ضمنها إيه؟ يعني إحنا الحضارة المصرية حضارة قائمة بذاتها على مجموعة من الفراعنة اللي حكموا مصر واللي مانيتون قسمها لنا ل 30 أسرة فرعونية، لكن هلاقي العراق قامت على حضارات مختلفة متتابعة مع بعضها. يعني مثلا بدأنا بالحضارة السومرية، ثم الحضارة البابلية الأولى أو بابل القديمة، ثم بعد كده مملكة حمورابي اللي هي طبعا مملكة بابل الأولى، ثم الحضارة الأشورية، ثم مملكة بابل الثانية. كل ديت من الحضارات القوية اللي كانت موجودة عندي في بلاد العراق تشهد على عظمة هذه الحضارة. نبدأ مع حضرتك باستعراض المجال الاقتصادي كأول مجال. تمام. المجال الاقتصادي بالنسبة لنا، أنا عشان أدرس المجال الاقتصادي في بلاد العراق، أي اقتصاد في الدنيا هو قائم على سلاسة قواعد. القاعدة الأولى هي الزراعة، ثم الصناعة، ثم التجارة. طبعا أقصد المجال الاقتصادي قديما، وإلا في المجال الاقتصادي الآن أنا ممكن أقيسه بأكثر من حاجة أخرى لتعدد المجالات الاقتصادية في الوقت الحاضر، لكن أنا بتكلم عن حضارات قديمة زي حضارة بلاد العراق، فأنا عندي الزراعة والصناعة والتجارة. طبعا الزراعة مهمة جدا بالنسبة لنا زي ما احنا شايفين دلوقتي. الزراعة مهمة لوجود حاجتين، مقومات الزراعة، يعني ايه اللي بيقوم الزراعة في حضارة بلاد العراق؟ أكيد عندي حاجتين أساسيين لمقومات الزراعة.
الحاجة الأولانية هو وجود المياه العذبة، وأنا عندي مياه عذبة وفيرة جدا خاصة مع وجود نهري دجلة والفرات، وكذلك وجود التربة الخصبة. وجود التربة الخصبة في هذه الحضارة أدى إلى قيام حضارة قوية، فكانوا بيزرعوا العديد من المزروعات زي القمح والشعير، أشهر المحاصيل اللي كانت لديهم في ذلك الوقت. كمان عندنا حاجة مهمة لازم ناخدها بشيء من التفصيل، وهي ملكية الأرض الزراعية. عندي هنا حاجة مهمة ناخد بالنا منها، ان ملكية الارض الزراعية في مصر اختلفت عن ملكية الارض الزراعية في العراق، بمعنى ان الارض الزراعية في مصر كلها كانت ملكا لشخص واحد، الشخص الواحد ده هو فرعون. فرعون كان ملكه، كان يمتلك كل الاراضي الزراعية المصرية، بينما في العراق كان هناك زهرة الملكية الفردية. بمعنى ايه الملكية الفردية؟ ان كل مزارع له الحق في امتلاك ارضه. لم يظهر ذلك في الحضارة المصرية القديمة، وناخد بالنا عشان دي من الاسئلة الغير تقليدية اللي ممكن اتعرض ليها. يعني زي ما بيقول لي اوجه شبه ما بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية، فقلت له موقع متميز وكمان وجود الانهار. طب لو قال لي وجه الاختلاف من ناحية الزراعة، انا عندي ملكية الاراضي الزراعية، لو لقيتها في مصر هي ملكا لفرعون يزرعها الفلاحون وهم لا يمتلكوها لانها ملك الفرعون هو رأس الدولة كلها، لكن لقيت في بلاد العراق ظهرت لي الملكية الفردية، بمعنى ان كل فلاح له الحق في امتلاك ارضه. ده بالنسبة للمجال الزراعي. لو دخلت على مجال الصناعة، الصناعة كانت مميزة جدا عندهم لان عندهم المواد الخام اللازمة لقيام هذه الصناعات. يعني عندي من ضمن الصناعات اللي موجودة عندهم صناعة الأسلحة، وده كان شيء أساسي عشان يقوم حضارة قوية تستطيع أن تكون إمبراطورية ضخمة زي بلاد العراق، دولة مترامية الأطراف بمعنى أصح، سيطرت في وقت من الأوقات مش بس على العراق، ده كمان سيطرت على خارج بلاد العراق إلى أن وصلت لبلاد الشام. عندنا من أهم الصناعات اللي نتناولها مع بعضنا صناعة الأسلحة، صناعة أدوات الزينة، صناعة الآلات الزراعية، وكمان صناعة المنسوجات اللي اشتهر بها العراقيين حتى الآن. أما المجال الثالث اللي موجود عندنا هو مجال التجارة. أكبر دليل على وجود تجارة قوية هو تجارتهم مع عدد كبير جدا من الدول التي كانت حولهم. زي مين؟ كانوا بيتاجروا مع مصر طبعا، بطبيعة الحال هنتاجر مع الجيران الأول زي مصر وزي الشام، وممكن نبعد شوية عشان نصل إلى الهند أو حتى لبلاد فارس أو آسيا الصغرى اللي هي دلوقتي تركيا. ده لو قلنا المجال زراعة صناعة تجارة، ده كل ده المجال الاقتصادي الموجود قدامنا. لكن احنا عاوزين ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا جدا، هل في دليل على وجود تجارة قوية ما بين مصر وبلاد العراق قديما؟ احنا لقينا الموضوع دوت بشكل اثري في الجيزة عندنا في مصر، في مدينة اسمها جرزة موجودة عندنا في الجيزة، لقينا فيها حاجة غريبة جدا، لقينا فيها اربع أختام أسطوانية الشكل، أربع أختام أسطوانية الشكل. لما بحثنا عن أهمية هذه الأختام الأسطوانية ما لقيناهاش تمت بصلة للحضارة المصرية القديمة، لكنها كانت تمت بصلة بحضارة الوركاء اللي كانت موجودة في بلاد العراق. وده كان بيدل على إيه؟ بيدل على إن العراقيين كانوا بيجوا يتاجروا في مصر، وكذلك المصريين يتاجرون في بلاد العراق، بدليل ختم التجارة بتاعتهم ومنسوجاتهم بإيه؟ بهذه الأختام الأسطوانية الشكل. ده بالنسبة للمجال الاقتصادي. يعني كان في ارتباط وثيق وبين بين بلاد العراق ومصر القديمة، ده بالنسبة للناحية الاقتصادية. دعنا بقى نتحدث عن المجال السياسي أو الناحية السياسية، كيف تكونت وتشكلت بالأدلة أيضا. تمام. لو جينا اتكلمنا على النظام السياسي والعسكري، لازم أرفق بالنظام السياسي هو النظام العسكري اللي كان موجود واللي كان مميز قوي في بلاد العراق. لو جينا اتكلمنا عن نظام الحكم في بلاد العراق، كانت عبارة عن دويلات مستقلة. يعني دويلة تصغير الدولة هوت، يعني مش دولة كاملة لكن دويلات مستقلة. كان كل دويلة من الدويلات دولة كانت ليها قوتها السياسية والاقتصادية ونظامها السياسي القائم، لكن في النهاية كان المعبود بتاع كل مدينة أو كل دويلة من الدويلات دولة هو الحاكم بمعنى أصح، كان رمز يعني للحكم. أما الملك بالنسبة لهم كان نائب لهذا الحاكم. إذن الحاكم بالنسبة لهم طبعا بشكل او باخر هو المعبود اللي كان موجود عندهم، وكان كل دويلة لها معبود خاص بها. اما الملك بالنسبة لهم كان هو نائب لهذا الحاكم، زي ما عرفنا الحلقة الماضية لما قلنا ان حمرابي كان هو كأنه نائب لإله الشمس الذي كان يتلقى منه القوانين. لما قلنا القوانين بتاعت حمرابي المرة اللي فاتت، كأنه بيتلقى هذه القوانين من إله الشمس عشان يطفي لها شيء من القدسية في ذلك الوقت. ده كان نظامهم السياسي اللي كان موجود. أما عن نظامهم العسكري كان مختلف شوية. النظام العسكري بتاعهم اختلفوا بشكل أو بآخر عن مصر من ناحية إيه؟ الخدمة العسكرية، هل الخدمة العسكرية كانت بشكل إجباري طوال الوقت أو بشكل دائم، ولا كانت في وقت الحروب بس؟ طب أنا عندي هنا استثناء بسيط، أنا عندي القاعدة بتقول إن أنا في حالة الحرب التجنيد إجباري على كل العراقيين، يعني بمجرد ما تقوم حالة حرب العراقيين كلهم هيبقوا في حالة حرب، وبالتالي كلهم بيجندوا إجباريا. أما
الحاله الوحيده الاستثناء اللي عندي هي الحضاره الاشوريه. الملك الاشوري سرجون الثاني او حتى سنحريب كان اقر نظام جديد في الحياه العسكريه بتاعتهم، هو ان التجنيد يكون اجباري دائما، يعني الدوله كلها تجند بشكل اجباري سواء في حاله السلم او في حاله الحرب. جميل، ننتقل للمجال بقى الديني ونتكلم عن الناحيه الدينيه، كيف تكونت ايضا في داخل بلاد العراق القديمه؟ كانت ايه سماتها او خصائصها؟ الحياه الدينيه كانت متشابهه بشكل كبير جدا ما بين الحضاره المصريه والحضاره العراقيه. ايه وجه الشبه ما بين الحضارتين وبعض؟ وجه الشبه ما بين الحضاره المصريه القديمه والحضاره العراقيه في الحياه الدينيه هو عندي خصائص الديانه نفسها. هنلاحظ حاجه مهمه قوي، احنا دايما عمالين نقارن ما بين الحضاره المصريه والحضاره العراقيه لان فعلا هما متشابهين في عدد كبير من الخصائص. كمان الدرس اللي جاي بعد كده هي حضاره فينيقيا، هنبدا نعدد بقى ايه اوجه الشبه ما بين الثلاث حضارات، سواء الحضاره المصريه او الحضاره العراقيه او حضاره فينيقيا نفسها. اما وجه الشبه ما بين الحضاره العراقيه والحضاره المصريه القديمه هو في خصائص الديانه. اولى خصائص الديانه ما بين الحضارتين هو تعدد الالهه. بمعنى ايه تعدد الالهه؟ ان لم يكتفي سواء كان المصريين القدماء او العراقيين في حضارتهم بالاكتفاء بمعبود واحد، بل كان لديهم اكثر من معبود. ومش معنى ان هم مثلا بيعبدوا معبود كده في دوله حديثه ان هم بيلغوا كل معبوداتهم في الدوله الوسطى او الدوله القديمه ابدا، لكن احيانا بيسود معبود معين على باقي المعبودات، لكن في النهايه الاثنين كانوا شركاء في تعدد الالهه لديهم. اما الحضاره العراقيه كان عندي اثنين من الالهه، اشهر الهه كانت موجوده عندهم كان عندي انو، وده كان بيمثل السماء وده كان رب الالهه كلها، يعني كبير الالهه لديهم، كان اسمه انو. رجعوا تاني معايا عشان الاسم مهم، انو ده كان رب السماء بالنسبه لهم وده كان كبير الالهه لدى العراقيين. اما عشتار فكانت ديت ربة الحب والحرب كانت لدى العراقيين كذلك، ودول كانوا اشهر المعبودات. ليه قلنا اشهر المعبودات دول؟ مع ان عندنا تعدد معبودات كتيره جدا عند العراقيين، اذا المعبود السائد هو الذي، المعبود السائد بمعنى ان هو ساد في جميع الحضارات وجميع الازمنه العراقيه، لذلك ركزنا على الاثنين دول خصيصا. الاسماء الخاصه بالمعبودات او بالالهه قد تكون كثيره وممكن تشكل مشكله بالنسبه للطلاب، هل فعلا في بعض الاسماء بتكون ليها اهميه كبيره او شهره دون الاخرى فالمفترض ان الطالب يركز عليها او يحفظها؟ من الممكن ان يجي له في الاختبار او في الامتحان بعض الاسئله تخصهم؟ تمام، انا عندي طبعا عشان كده ركزت دلوقتي على اثنين بس من الالهه اللي موجودين لدى العراقيين، فانا عندي انو، مع ان احنا قلنا المره اللي فاتت كان في اله شمس لكن انا لم ادرجه الان ضمن المعبودات لانه لم يكن اشهر المعبودات عند العراقيين، لكن اشهر المعبودات لدى العراقيين هم انو رب السماء بالنسبه لهم وربة الحب والحرب لديهم وهي عشتار. اذا بنركز على ما هو السائد من هذه المعبودات وبنركز عليه عشان هو دوت اللي كان سائد في الحضاره نفسها، فبالتالي هو موضع اهميه بالنسبه لي. دي كده اول خاصية من خصائص الحضارة العراقية القديمة. الخاصية الثانية من خصائص الحضارة العراقية القديمة هي البعث والخلود، ودي اشهر ما يميز الحضارتين. نقصد ايه بالبعث والخلود؟ البعث والخلود المقصود بيه ان في حياة اخرى بعد الموت، وده كان ركز عليها المصريين القدماء وركز عليها العراقيين. انا عاوز دليل مهم جدا وركز كده، ايه الدليل المهم على وجود هذه الخاصية من خصائص الحضارتين؟ لما الاقي عند العراقيين وعند المصريين في مقابرهم ما العديد من الحاجات مثل الأطعمة والأشربة وبعض الملابس بتاعتهم حتى بعض الأسلحة وبعض الحاجات التذكارية مستلزماتهم الشخصية بالفعل وكلها كانت موجودة معاهم. ده أكبر دليل على إيه؟ أكبر دليل على إن هم كانوا يعتقدون بحياة أخرى بعد الموت، سواء الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة العراقية، وده أهم خاصية من الخصائص الدينية لديهم. إذن هناك معتقدات كانت شبيهة أو ذات صلة بين زي ما حضرتك قلت الحضارة المصرية والحضارة العراقية، بكده بنكون خلصنا الجانب الديني. ماذا بقى عن الجانب الفني؟ هل هناك أيضا تشابه وارتباط؟ أكيد، أنا عندي الحياة الفكرية لدى العراقيين القدماء، الحياة الفكرية بالنسبة لهم مش بس يعني اقتصرت على أنواع معينة من أنواع مثلا الأدب أو الثقافة، لا ده كانت ممتدة بشكل كبير جدا. وأكبر أثر يعني للحضارة العراقية القديمة هو وجود الكتابة المسمارية. الكتابة المسمارية اللي كانت تعد من ولا زالت تعد من أقدم الكتابات التي عرفها العالم، والكتابة دي عاوزين ناخد بالنا منها هي كانت سميت بهذا الاسم لماذا؟ طبعا هي كانت بتكتب على ألواح
الالواح ديت من الطين الطري، طين نيء كده لسه، وبعدين بيجيبوا بعض الاقلام، الاقلام دي ممكن تكون من البوص، وبعدين يبداوا يشكلوا بيها اشكال معينه من الكتابات. كان كل حرف من الحروف يشبه المسمار بطريقه معينه، سواء كان من اعلى لاسفل او من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين، لكن في النهايه كلها لما نشوفها وبعد ما تجف كان كمان بينشروا عليها او ينصروا عليها بعض الرمال عشان يبقى الحرف بارز جدا فيقرا بشكل مميز. وده كان اشهر حاجه كانت موجوده لديهم. اذا لو كانت الحضاره المصريه القديمه مميزه بالكتابه الهيروغليفيه من اشهر الكتابات التي عرفها العالم، فالحضاره العراقيه لا تقل اهميه، اذ ان كان لديها الحضاره العراقيه لديها كتابه مهمه جدا تسمى بالكتابه المسماريه، القوه بتاعتها ان هم سجلوا بها كل الوثائق بتاعتهم. جميل كده الاربع مظاهر او الخصائص اللي تخص الحضاره العراقيه بتكون انتهت. لسه في حضرتك مظاهر تانية او خصائص تانية ممكن نتكلم عنها؟ اكيد. انا الكتابه طبعا اللي كانت عندهم طبعا كانت الكتابه اللي كانت لديهم الكتابه المسماريه زي ما كنا متفق عليها، لكن الكتابه دي تستخدموها في الوان مختلفه من الادب الذي كان لدى العراقيين. واشهر انواع الادب كان طبعا عندهم اداب كثيره جدا جدا، لكن ممكن نتحدث عن نوع واحد من الادب الذي كان لديهم هو الادب القصصي. الادب القصصي كان مش بس وسيله للتسليه لديهم، لكن كان الادب القصصي وسيله كمان للعبره والحكمه والموعظه اللي ممكن العراقيين يستغلوها استغلال طيب في حياتهم الاجتماعية. وكان أشهر أنواع الأداب القصص الذي كان لديهم قصة مشهورة جدا جدا هي قصة الطوفان، وهي أشبه ما يكون بقصة سيدنا نوح عليه السلام، شبهها بشكل كبير جدا جدا، إن الآلهة في يوم من الأيام غضبت على البشر فقررت أن أحد الصالحين يبني سفينة، وهكذا إلى أن جاءت المياه وأغرقت كل من كان لديه ذنوب في ذلك الوقت، فلم ينجو إلا الصالحين في تلك السفينة. دي كانت قصة الطوفان التي كانت لديهم في ذلك الوقت. إذن هي مستوحية فعلا حضرتك برضو من قصص الأنبياء القديمة، يعني نقدر نقول أن بعض الملامح مستوحية فعلا من القصص القديمة، وهم بقى استلهموا عليها أفكار جديدة أو موضوعات جديدة ممكن ان هم يستعينوا بها، لان اكيد دي بتضيف الكثير والكثير من القيم وبتخلي عندهم عادات وعندهم تقاليد كثيرة جدا ممكن تستمر بقى باستمرار الحضارة العراقية نفسها. دي كانت اخر ملمح ممكن نقول تخص الحضارة، ولا لازالت هناك موضوعات اخرى؟ يعني دي كانت مجرد الحياة الفكرية التي كانت لديهم، لكن لدينا كذلك الحياة الفنية اللي كانت موجودة عندهم. الحياة الفنية دي اشهر حاجة موجودة عندهم وعاوزين نركز فيها لاسباب. انا عندي طبعا اثنين من الملوك المشاهير جدا جدا في الحضارة العراقية، سواء كان في العصر البابلي أو في العصر الأشوري. العصر البابلي اللي موجود عندي كان عندي نبوخذ نصر الثاني، وأشهر ما كان لديه هو حدائق بابل المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع. أما العصر الأشوري هنتكلم عن سنحريب الذي بدلا بعد ما خرب مدينة بابل أقام مدينة مهمة جدا مدينة نينوى وعمرها، فأصبحت الحضارة العراقية من أشهر الحضارات في المعمار والحضارة المعمارية التي كانت موجودة في العالم في ذلك الوقت. جميل يا مستر، لأن كل دي معالم تاريخية وأثرية جميلة جدا تميزت بها الحضارة، ويمكن لازالت حتى الآن بنستشهد بها فعلا في كمعالم من معالم الدنيا الجميلة يعني. تمام. انا طبعا ممكن استغل كل هذه المظاهر دلوقتي كاني انا دلوقتي حتى لو مش طالب ثانوي وانا بتفرج دلوقتي على الحلقه، انا ممكن يعني استفيد بدوت بالملامح السياحيه اللي موجوده حتى الان في حضاره بلاد العراق، شاهده على حضاره هي من اقوى الحضارات التي قامت في الشرق القديم انذاك. جميل. انا عايزه الحقيقه اكلم حضرتك، اقول في الترم الاول كان في امتحان وهو كان اختبار تجريبي للاولاد في الصف الاول الثانوي، يا ترى كان المردود او الاستجابه ايه؟ لان احنا دايما بنقول لو في اخطاء بنتعلم منها وبنحاول نتداركها في الترم الثاني، فيا ترى كان فعلا في تعليق ليهم؟ كانت في ملاحظات على الامتحان؟ ويعني كيف كان الامتحان بتاع الترم الاول؟ طبعا كان امتحان مميز في حاجات كتيره جدا، حتى في طريقه وضع الاسئله نفسها، هي اسئله غير تقليديه، بمعنى هي مش بتقيس مستوى الحفظ والتذكر عند الطالب، بل هي بتقيس مستوى فهم الطالب. عشان كده احنا بنقول تعالوا نشوف التاريخ ونسمع التاريخ ونقرأ التاريخ بشكل اخر غير الشكل القديم، وهو شكل الفهم مش شكل الحفظ والتذكر بس. احنا عاوزين نفهم كويس قوي الحضارات دي، ومن خلال فهمي العميق لهذا هيبدأ الاسئلة كلها بتدور حوالين الاسئلة دي او حوالين المفهوم الفكري بتاعنا، مش الحفظ والتذكر اللي احنا كنا متعودين عليه فيما قبل. جميل. عايز أسأل حضرتك مستر هاني، هل فعلا مادة التاريخ من المواد الثرية اللي ممكن نستعين بيها زي ما حضرتك مثلا في بداية اللقاء مادة في المية ممكن نقدم لو في بعض الخرائط لبعض البلاد مثلا، صور رسومات، يعني هل فعلا دي ممكن تساعد أكتر على مسألة فهم المادة أو عملية الاستذكار نفسها وإحنا بنشرح في المادة اليوم؟
تمام. احنا طبعا عارفين بشكل قوي جدا ان مش مجرد بس السماع بالنسبه لي هو يعني الحاسه ديت هي مش حاسه ما اقدرش اعتمد عليها لوحدي مجرد السماع بس، لكن بالنسبه لي لو انا شاهدت كمان فيلم وثائقي عن الحضاره زي ما احنا اتفقنا وشفناه في الاول كده هوت، انا كنت عاوز اعيشكم معايا في جوله افتراضيه داخل الحضاره العراقيه عشان نقدر بقى نشوف كويس الحضاره ديت وبالتالي نبدا بيساعد نعلق على عليها بشكل تفصيلي. تثبيت يعني المعلومه زي ما حضرتك قلت وربما تذكرها. اخر سؤال لحضرتك، هل في سؤال معين او استفسار حضرتك تحب تسيبه لاولادنا او بناتنا بحيث ان هم يفكروا فيه من الحلقه دي حتى اللقاء القادم ان شاء الله؟ ممكن ان احنا نعرضه على صفحتنا الخاصه ببنك المعرفه عشان يبقى في دايما في تواصل او كونكشن بين حضرتك وبين الطلاب. تمام. هو طبعا زي ما قلنا التاريخ طبعا ممتد تماما، فاحنا هنقول دلوقتي سواء في الترم الاول او الترم الثاني، فهنقول مثلا الاسئله اللي اذكر وجه الشبه والاختلاف ما بين الحضاره العراقيه والحضاره المصريه القديمه. السؤال مفتوح طبعا، مش هحدد نوع معين من انواع المجال اللي انا هتكلم عنه، فممكن يكون في المجال الديني او في المجال الاقتصادي، لكن السؤال مفتوح اذكر وجه الشبه والاختلاف كمان، مش بس وجه الشبه، شبه واختلاف ما بين الحضارتين. طب مستر، ما لم يحدد نوع معين مظهر من المظاهر يبقى في الحاله دي هو بيذكر الخمس او الاربع مظاهر اللي احنا تحدثنا عنها اليوم، الا اذا هو حدد او جسد مشهد معين او مظهر معين في الحاله دي جاوب عليه. اكيد طبعا، لو هو ما حددليش في الامتحان عدد معين من المجالات اللي هو طالبها مني، فانا بضطر ابقى السؤال بالنسبه لي مفتوح، اي مجال من المجالات هتكلم عنه بس اذكر وجه الشبه والاختلاف ما بين الحضارتين. كده الحضارة العراقية انتهت، والمفترض المرة الجاية بقى حضارة فينيقيا. حضارة فينيقيا طبعا الحضارة لا تقل أهمية كذلك عن الحضارة العراقية أو حضارة مصر القديمة، عشان ننتهي بكده من حضارات الشرق القديم ونبدأ في وحدة جديدة عن حضارات غربية زي حضارة اليونان وحضارة الرومان. يعني كده الوحدة الأولى في الترم الثاني بتتكون من حضارتين، حضارة العراق وحضارة فينيقيا. جميل، ده الوحدة الأولى، ثم الوحدة الثانية حضارات غربية بقى. سعداء جدا بلقاء حضرتك وتشريفك النهارده معانا في بنك المعرفه، ويا رب دايما يكون في زي التواصل اللي حضرتك قدمته من خلال طرح الاسئله او الاستفسارات ويكونوا الاولاد استفادوا بهذا اللقاء. بشكرك يا مستر هاني على وجودك معنا. شكرا. شكرا حضرتك. يا رب دايما تكون في استفاده لكل طلابنا وافاده من الدرس اللي احنا بنقدمه. حاولنا النهارده نستعرض معاكم دوله او حضاره بلاد العراق القديمه من حيث المظاهر الاقتصاديه والفنيه والدينيه والسياسيه. يا رب بتكونوا استفدتوا من الشرح النهارده، وحتى نلتقي معكم في حلقه جديده من برنامجكم بنك المعرفه. شكرا.